سفرة بترحب بسلام المشاهدين في كل مكان. اهلا بيكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده هنعمل كيكه القهوه. كيكه القهوه النهارده هنعملها بالكيك شيف، وهنشوف حضراتكم هنعملها ازاي. هنشوف مقاديرنا. عندي 400 جرام زبده، 200 جرام سكر بودره، 4 بيضات، 2 مللي جرام ملح، 2 مللي جرام فانيليا، عندي 50 جرام قهوه مركزه، عندي 600 جرام دقيق، عندي 15 جرام كيك شيف، وعندي بعد كده طبعا برضو 50 جرام قهوه مركزه عشان خاطر السيرب بتاعي. يعني انا عندي النهارده القهوه على مرتين. نشوف عندنا السيرب بتاعي 300 مللي جرام ميه زيهم، سكر، عصير ليمونه، و50 جرام قهوه مركزه. ادي الميه على النار بتغلي، ادي السكر بتاعها اهو عشان هيبقى سيرب معايا اهو، وادي الليمونه بتاعتي بحطها بقشرها عادي جدا اهو كده. خلي بالكم السيرب بتاعي ما بيتغطاش، السيرب بتاعي ما بيتغطاش. تعالوا بقى نعمل مع بعض ازاي هنعمل ايه. كل حاجه ليها ترتيب معين عندي في الشغل. يعني ازاي؟ ادي السكر بودره اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، ده السكر بودره، وادي الزبده. اشيل قطعه بس عشان اظفر بيها القالب بتاعي اهي، وادي الزبده بتاعتي بدرجه حراره المطبخ اهي. هفضل اشتغل فيها لما تبقى كريمي. يعني ايه كريمي؟ يعني تبقى بوريه تتجانس مع السكر بتاعها عشان ما تخرصش مني وانا شغال. ادي الملح، الفانيليا، ادي الكيك شيف اهو كده، كله شغال عندي. زي ما حضراتكم كده شايفين، هنا بس للاسف الورق عندي هنا، عندي 50 جرام حبوب. دي حبوب القهوه الخام اللي بيقولوا عليها اهي. هخلي شويه صغيرين كده اجرنش بيهم، والباقي مش هطحنه ولكن هعمله مجروش. في فرق من الطحن وفي فرق من الجرش كده اهو كده. اهو جرشته زي ما حضرتك كده شايفين كده. هنا بقت كريمي اهو. هنزل طبعا بالاربع بيضات زي ما اتفقنا مع حضراتكم من زمان. البيض بكسر واحده واحده عشان لو في واحده فاسده ما تعدليش الباقي، تعدي الباقي اهو كده اهو. ادي اخر بيضه، اشيل بقى الكلام ده كله. طيب هدي حبه البن القهوه المجروش عشان خاطر
اهو خلاص خدنا الكيك شيف. انزل بالدي بتاعي واحده واحده. الو السلام عليكم. يا دنيا صباح الخير. صباح الفل. صباح الهنا يا ست دنيا. انا فرحانه قوي اول اسمي صوتك يا شيخ. نعم انا فرحانه اول اسمي صوتك النهارده. ليه يا ست؟ انا معاك اهو تحت امرك. الله يكرمك. احنا بتنتقن وما بعرفش احنا بنحبك قد ايه. يا اهلا بسعادتك يا ست الكل. الله يخليك يا شيخ. وازاي الاستاذ علاء؟ والله بيسلم عليك زي الفل الاخر. ربنا يخليلك يا رب وكرمك. انت تؤمرين حضرتك، تؤمرين سعادتك. ورعايا كده ان شاء الله تروح حج مبارك ان شاء الله. يا رب احنا مع بعض ان شاء الله تحت امر سعادتك. الله يخليك يا شيخ. انا بس بتصل عشان اسمع صوتك واطمن عليك بس. تحت امر سعادتك. ليك اي سؤال حضرتك؟ انت مش مخلينا محتاجين حاجه والله. الله يسترها معاك يا بنتي. كده عندي ادي البن او القهوه 50 مللي جرام من القهوه بتاعتي اهو. كده ادي 50 مللي جرام. طيب هنا بقى نبدا نشيل بقى كل الكلام ده ونخلي ده كده ونشيل ده هنا ونشيل ده من ده. ارتاح ده عنده اهو زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. لسه عندي. طيب كده نعمل ستوب عشان عايز اقلب المكنه. طيب كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم. عايز انزل بقى كل الكلام ده. يبقى بشوف كده الاول هنا. لا لسه عندي. لا والله كله كويس هيتقلب مع بعضه. طيب نشيل بقى الكفة دي كده. عندي ضابط الحرارة بتاعت الفرن عندي على درجة حرارة 180 درجة مئوية. وعندي دي هنحطها على 45 دقيقة اهو. كده كل الالوان بتاعتي اتناسقت متناسقة مع بعضيها. هنعمل ايه بقى؟ بصوا حضراتكم ادي كتلة الزبدة بتاعتي اهي. بزفر كل القالب اللي عندي ده. زي ما حضراتكم كده شايفين. بعد ما زفره بعمل ايه؟ هقول لحضراتكم دلوقتي على طول. اجيب معلقتين دقيق. اهو. وامر بيهم كده زي ما حضرتك كده شايفين. يا استاذ شهاب سلام عليكم. انا شيخ. ايوه يا فندم. ازيك يا باشا؟ صباح الان يا عم شهاب. ازيك يا شيخ شربيني؟ ازيك يا عم شهاب؟ عامل ايه يا حاج؟ في نعمه والله يا عمي. والله اكلتك زي العسل والله يا شيخ شربيني. انت اللي زي السكر يا عمي. والله انك راجل محترم والله واحنا بنحبك والله. الله يسترها معاك يا عم شهاب. ازاي حضرتك؟ والله الحمد لله. احنا عايزين بس نعرف اكلات. نعم يا فندم. المقلوبه والله. نعم يا فندم. المقلوبه اللذيذه. المقلوبه اللذيذه. اه
حاضر يا فندم. ايه تاني؟ نعم هو عامل الكبسه الدجاج. ليه يا فندم؟ عامل الكبسه الدجاج. حاضر يا فندم، حاضر على عيني، اشكرك. طيب المقلوبه وايه تاني؟ كبسه الدجاج. حاضر. الميزه عندي هنا في الكيك شيف انه بيرفع لي الحاجه بتاعتي وبيخمرها لي بسرعه، وما بحتاجش اي اضافات تاني زي ما بيقولوا محسن كيك ومش عارف بيكنج باودر وترابات التو والحاجات دي كلها. يا عم محمد سلام عليكم. الو استاذ محمد. ازيك يا حماده؟ السلام عليكم. حماده الحمد لله. ايه انا مش سامعك ليه؟ حماده لا كده احنا هنلوش مع بعض. ازيك يا شيخ؟ ما تسمعني صوتك يا حماده. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا جميل؟ الحمد لله. امرني يا حبيب قلبي. شيخ عايزين معدلك كيكه بالشوكولاته. طب ما هو انا معايا احلى منها اهي. خد مقاديرها دي وبرضه هقول لك على الكيكه بالشوكولاته على عيني. كده هنا. كده. هنتكلم على كبسه الفراخ. بس ننضف دي الاول كده. طيب نخش بقى الفرن اهي، تعيش حياتها زي ما عايزاها لدرجه على 45 دقيقه على درجه حراره 180 درجه مئويه. عندي رز بسمتي، عندي فراخ، عندي رز بسمتي، عندي فراخ بعضمها فرخه بقطعها على 8 ارباع على 8 قطع. بجيب بصلتين كبار على النار بحطهم على ماده دهنيه وبحطهم على النار يخليهم يصفروا، بعدين انزل باربع وحدات ليمون، اربع فص قرنفل، اربع فص حبهان، ورق لورو، قرفه خشب، وقرفه ناعمه، ومكعبين مرق، واقلب البصلايه ماتت، حاطط معاها الفراخ وبقلب، وبنزل عليها بالشوربه او بميه على قد مقدار الرز اللي عندي. ابشر طماطميه واحده بس لو انا عايز، واشتغل براحتي واحده واحده لغايه ما احس الفراخ دخلت على ثلاث ارباع سوا، اروح غسل الرز بتاعي البسماتي وحطه عليها. الرز بياخد مره مره ونص كيلو، عليه كله ونص ميه على اساس ان الرز البسماتي بياخد ميه اكتر من الرز المصري. طيب بعد كده بوطي النار عليها شويه واحده واحده لغايه ما تطلع معايا زي الفل. يا ست حسناء ازيك؟ يا مساء الهنا. اقول لحضرتك اسمي بس تتقبله. اتفضلي يا فندم. طبعا انا كل سموك اسامي جميله بس انا هسميك خالو الشربيني. ليه يا فندم؟ خالو الشربيني. خالك؟ اه ده شرف ليا يا بنت والله، لان انا عندي من ايام مش عايزه اقول من ايام مجله المراه. يا صلاه النبي. بص حضرتك بقى انا بقول لهم اديني فرصه اكلم خالو. يا حبيبتي والله ده شرف ليا ان اكون خالي. باجي من المدرسه يوم، وبعدين عندي يوم يوم الجمعه حضرتك كنت بنستضيفك، ماما تقول لي تعالي يا حسناء خالو جه. صباح الفل يا ست. عندي مجلد كتابه اطعمه من حضرتك. ده شرف. انا مش عايزه حاجه منك الا ان اقول لك يا خالو. يا ست شرف ليا والله. طول عمري بتمنى ان انا اكلمك بس الحمد لله. صدقيني. مش عايزه حاجه تاني من الدنيا. ده انا تحت امر حضرتك يا حبيبتي. ان شاء الله يخليك. ربنا يخليك ليا وفعلا انت بنت اختي. بنت اختي وشرف ليا ان عروسه زيك تبقى بنت اختي. عشان ام وحيده. ام وحيده فبتعتبرك اخوها. الله يخليك. ربنا يخليك. وانا شكرا 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 شكرا.
واشكر لي كل اللي عندك. كل الكاست اللي عندي مصبح. انا اقول لك يا خالو. اتفضلي يا فندم. سلامة يا خالو يا حبيبي. تحت امر حضرتك. هاخد فاصل بعد الكلام الحلو اللي سمعته من اختي. اخد فاصل وارجع لكم تاني ورا المحطه ولا تروحوا اي حد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. وقبل ما نخش في الغريق او في الحاجات الزفره نخلص الشربات بتاعي اللي هو السيرب. عندي هنا طبعا ادي قهوه مركزه. بنزل على السيرب اهو. بغمق السيرب بتاعي. بقى لون القهوه. طبعا طعمه هيطلع جميل جدا. خليه يغلي معايا. بعد كده ارفعه من على النار. نخش على المسقعه. ايه بقى المسقعه بتاعتك النهارده اللي بتجيبنا؟ مسقعه النهارده المفروض على الطريقه اليونانيه. عندي بتنجان ولحمه مفرومه، وعندي بطاطس وفلفل الوان، وعندي توم وبصل. نعم يا فندم. حاضر حاضر. والتاني قاعد متربع ثلاث تانيات مش عايز يقول لي حاجه. ما احنا مش النهارده اجازه. خدت بالك يا ابراهيم؟ طيب كده هنا عايز اوطي عليه خالص برضو. خليه سلولي سلولي. برضو مصر يفور مصر يفور. خلاص كده هو عمل اللي عليه. خليه يهدى بقى بره. بقى مكة جميل. طيب هنشوف حضراتكم دلوقتي هنعمل ايه. مسقعة. يبقى عندي مكسرات، بهارات، فلفل الوان وطماطم وجبنه شيدر او جبنه مطبوخه، وعندي بصل وتوم وطماطم وفلفل الوان ولحم مفرومه وبتنجان. هنعصج لحمتنا دلوقتي عشان تبقى معايا 100 100. عندي بصل وتوم. ادي التوم، ادي بصل، زي ما حضراتكم ده شايفين اهو، بصل وتوم. كده هنا نجيب هنا بقى طبعا شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم يوسف. ايوه. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا عم يوسف؟ الحمد لله. امرني يا عم يوسف. بقول لك يا شيف، انا كنت عايز وقفه الايس كريم بالليمون. ايس كريم بالليمون. خليك ما تخليك على الصيف. طب في القصه دي كلها عشان انزل اجيب لك ماكينه ايس كريم واعمله لك على الهوا كده ونعمل حاجات حلوه مع بعض. هقول لك عليه دلوقتي هتنساه وانا مش هعمله. خلينا نعمله على الهوا افضل يعني. ولا ايه رايك؟ برضه. مش افضل برضه؟ لكن هجيب لك ثلاثه وانزل لك على الشاشه على عيني حاضر. اشكرك على اتصالك يا جميل. شكرا. كده هنا ده البصل بتاعي. يا رب النهارده نطلع حلقه جميله. ده لو انا مثلا معايا واحد زي مثلا ابراهيم عز كده مركز معايا هنطلع حلقه حلوه. لكن طول ما اقعد بحل الكلمات المتقاطعه واقعد ماسك البتاع اللي هو البتاع اللي اسمه الكبير بتاع اللي بتفتحوه ده
تب ولا لاب؟ والله نفسي اتوب منك انا. طيب كده هنا التصدي يا جماعة، صلاة النبي بتاخد النار، بتشف النار بسرعة جدا وبتبقى بتسعف في الاكل. اهي ربنا يبارك في الجماعة بتوع الانتاج والاكسسوار، بيدلعونا يجيبوا لنا حاجات حلوة. اي والله كده هنا كده، دي اللحمه المعصلجه، قصدي المعصجه. طيب كده هنعمل ايه تاني يا عمي؟ بحاول دايما اخلي الطبق بتاعي طعم وجميل، طعم وجميل. ابص على الفرن، هو انا لسه قدامي ياما، بس برضه احب اطمن كده شويه. اللهم صل على النبي، بدات ترفع معايا وتطلع معايا زي الفل. طيب كده هعمل ايه؟ هجيب دي كده واحط دي كده وارجع بدي كده وارفع الشبكه بتاعتي اهي عشان ما تتحرقش مني من تحت. شغل طباخين بقى طبعا اهو. يا عم علي صباح الفل يا شيف شربيني، ازيك يا ابو علي؟ الحمد لله، حضرتك وحشني جدا والله. ربنا يخليك يا علي، انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا باشا، ازيك؟ الحمد لله تمام طبعا، حضرتك متألق زي العادة. لا الله يخليك يا علي، ربنا يكبر بخاطرك يا ابني، وصبح لي على كل الناس الحلوين اللي عندك. كلهم بيصبحوا عليك يا شيف علي. واشكر لنا بقى الناس بتوع الاكسسوارات على الحاجات الجميله اللي هم جايبينها لنا دي. الله، الناس دول بيدلعونا، جابوا لنا شويه حاجات عدد حلوه اهي، وعمالين يدلعوا فينا، بس للاسف احنا مش عارفين نشتغل. حضرتك تستاهل يا شيف شربيني والله. يا عم هم بيعملوا اللي عليهم، وبعد كده اقول لك برضه مش عايز يشتغل. لا حضرتك تستاهل حاجات اكتر من ديت والله، بس عشان الجدع اللي قاعد هناك ده يسمع، وشرف لاي حد انه يشتغل مع حضرتك. صباح الفل يا حبيب قلبي يا علي، ازيك؟ الف شكر يا شيف شربين، انا بصبح على حضرتك بس. صباح الجمال على علي ابني، علي صباح الفل عليه من اسكندريه. طيب كده شويه اعشاب اهي زي ما انتم شايفين كده، ادي شويه الاعشاب اهي. عندي طماطم فريش وعندي طماطم بوريه، ادي الطماطم المعجون ونشوف بعد كده نخبط في الطماطم بتاعتي. عايز اجرشها ما نعمهاش قوي عشان احس بحبيبتها. ست ام مايا، ست ام مايا ازاي حضرتك؟ لازم صباح الهنا يا فندم. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ في نعمه والله يا ام مايا، انت اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله، بنشكرك على كل الحاجات اللي انت بتعملها لنا. انا تحت امرك، وانا ليا غيركم تؤمريني يا ست ام مايا. الامر لله. بقول لحضرتك بس، انا عايز بس عايزه اشوف الادوات اللي حضرتك بتستخدمها، بتجيبها منين بالظبط؟ ايه ده يا فندم؟ الحاجات اللي انت بتستخدمها مالها؟ عايز اعرف انت بتجيبها منين. طيب هسيبي بس رقمك في الكنترول عندي، وهقول لك المكان فين، بس ما اقدرش اقوله على الهوا. طيب ورقم تليفون حضرتك برضه. على عيني يا فندم، تحت امرك. اخش على الكنترول، خد اللي انت عايزاه. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل الرقي. كده هنا اهو. محدش بيشتغل شغل عشوائي زي كده، بيمسك البتاع ومصمصها بالميه وبتاع، يعني بخيل يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس بصراحه يعني اهو. نعم انا جيت يمتك. حاضر حاضر. كده هنا يا ست امينه. الو صباح الهنا يا ست امينه. اهلين
يا اهلا بيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. كل سنة وحضرتك طيبة يا ست الكل. وانت طيب بالصحة وبالسلامة. انت تأمريني حضرتك. احب اشكرك بس على الطبخات الحلوة اللي انت تسويها، وعندي ملاحظة بس انه يا ريت لان تحطون المقادير تنزلونها كذا مره، يعني ساعات احنا ما نلحق ان من عيني المقادير. من عيني يا ست الكل، على عيني نبي مقادير الكيكه الحين مره ثانيه، هجيبها لك تاني على طول، وهخلي عمي هشام طول ما انا شغال ينزل مقادير الكيكه وينزل كل حاجه، ينزلها مره واثنين وثلاثه، انا مش هنخس حاجه. تأمريني حضرتك وحقك عليا، اشكرك. ليكي سؤال تاني حضرتك؟ حاضر. شكرا. بحترم حضرتك في سؤالك وكلامك الحلو. يلا يا عم هشام ننزل للست الكل المقادير بتاعت الكيكه، وبرده كل ما احنا شغالين كده ننزل مقاديرنا على الشاشه عشان ما حدش يزعل مننا، لان عز عليا زعلهم. وتالت مره بنزحها على الهوا تاني، خلي بالك انت كنتش مركزه معانا معلش، لكن احنا تحت امرك ما نقدرش نقول لا. تركزوا وما تركزوش احنا تحت امركم. ما احنا يعني ما نقدرش نقول غير حاضر، لان طلع احلامكم اوامر، احلام حضراتكم اوامر. كده احنا عملنا الصلصه بتاعتي اهي، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. ادي البتنجان بتاعي اهو، بحب دايما يكون البتنجان بتاعي فيه علامة. الاثنين هشام ليه سؤال جميل حلو عندي، بيقول لي هي العلامة دي للشكل ولا للطعم؟ لا فعلا للاثنين، بفضل ان يكون فيه حتة، وبعدين صحيا اكتر، لان القش بتاع البتنجان ده بيديني فوائد جميلة. طيب كده هنا اهو، ست حميدة يا ست حبيبة، انا اسف، ست الحبايب يا حبيبة. الو، ازيك؟ ازيك شيف، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا ست الحبايب؟ الحمد لله. اموريني يا حبيبتي. الامر لله. اموري. انا مش طالبه من حضرتك حاجه. امور يا حبيبتي، عايزه ايه؟ انا طالبه من حضرتك بس الكيكه بتاعت اول امبارح. الكيكه بتاعت او على عيني على عيني. هو ممكن ماما تكلم حضرتك معايا؟ طبعا ده اكيد اكيد يا حبيبتي، تحت امرك. اتفضلي معاك. اتفضلي يا ست الكل. يا ام حبيبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حبيبة ازيك يا سيف، عامل ايه؟ ربنا يخليها لك يا بنتي. الله يخليك، منور التلفزيون، منورة التليفون ومنورة لي الشاشة. الله يخليك يا موريني. ازاي ما عندك؟ الله في نعمة يا ست حبيبة. أم حبيبة ان شاء الله دايما يا رب. وموريني سعادتك يا فندم. الله يخليك، الأمر لله وحده. بقول لحضرتك الكيكة بتاعت أول امبارح اللي حضرتك عملتها ما طلعتش مقاديرها على الشاشة. يعني انا عملتها من غير ما اطلع مقاديرها على الشاشه؟ ليه هي بتتلف دي؟ لا ما هو اصل هي دي حضرتك ملهاش مقادير، لان هي جايه لي على الهوا. سؤال جاي لي على الهوا، فانا بعملها جميله يعني. طب ممكن طيب حضرتك؟ اكيد طبعا اكيد. فانا خلي بالكم يعني يا جماعه، عشان بس اقول لكم على حاجه، يعني انا لما اكون عندي وقت دلوقتي واحد بيطلب مني حاجه وفي استطاعتي اعملها، فما بتاخرش بعملها وانا واقف على الهوا، لكن دي مش من المنيو اللي انا ملتزم بيه في الشغل. ربنا يخليك. فانا تحت امركم هقول لك على مقاديرها دلوقتي، هي عباره عن 10 بيضات، ربع كيلو سكر، كيك شيف كيك او كيك شيف، وعندي 5 جرام فانيليا وذره ملح، يبقى 10 بيضات ربع كيلو سكر كيك شيف كيس، 5 جرام فانيليا ذره ملح، 360 جرام دقيق. بحط البيض مع السكر يعمل فوم، وزي ما كنتم متابعيننا حضراتكم بعد كده بنحط كل حاجه وهتطلع زي ما انتم عايزين. بشكرك على اتصالك الجميل. كده انا بدي تحفير الدقيق هنا عشان البتنجان بتاعي يتحمر ويعمل لي شخصيه ما يبقاش معجن.
ابص على الفرن بتاعي مش عارف ايه الان الان نقدم لكم كله شغال كله زي الفل. طيب يبقى هنا حضراتكم اشيل الشبكه دي كده عشان ما تعطلنيش وتخليني اشتغل اكتر. واقلي البتنجان بتاعي اهو. كده هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اقعد غير المحطة ولا تروحوا في اي حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وعندي البتنجان بحمره وادي عندي بطاطس. دي البطاطس بتاعتي هحمرها بعد ما اطلع البتنجان كده. ما بقرصش على البتنجان بتاعي قوي علشان خاطر يبقى ليه طعم مميز ما بقاش كريسبي وفي نفس الوقت هيبقى معايا حلو كده. بحط ورقايا ورقة او منديل ابدأ اطلع كده كده بقى كريسبي. خلي بالكم اهو لان الحبة الدقيق اللي انا عديتها له مع حبة الملح يعملوا له شخصية وبقى شكله وطعمه حلو. لكن ما احرقوش من بره ومن جوه يبقى لسه ني هيبقى مش محبوب اهو. طيب كده هنا بقى هبدأ. طب انا شلت الشبكة عشان اقلي البتنجان. هل هقلي بقى البطاطس بنفس الطريقة؟ لا طبعا ما ينفعش. الشبكة فين يا جماعة؟ طيب الشبكة خدتوها مني ليه؟ ماشي ما فيش مشكلة. هات لي الشبكة تانية يا حبيبي. يلا يا ابراهيم تعالى خش عليا. كده عندي هنا الفلفل اهو. خش يا ابراهيم خش. انت مكسوف بيت بيتك. خد اهو ادي بحمر برضو البطاطس بتاعتي. ادي الفلفل الالوان بقطعه شرايح. يا عبيدة ازيك يا عبيدة؟ الحمد لله. اخبارك؟ كويس الحمد لله. امرني يا حبيبي. عايز اسمه ايه ده؟ عايز طريقة ها الدونت. الدونت اجيبه لك على الشاشة على عيني. ممكن؟ على عيني يا عبيدة. عندك على الشاشة على طول هجيلك. ايه حاجة تانية يا حبيبي؟ بشكر حضرتك على اتصالك يا جميل. كده هنا ادي الفلفل بتاعي اهو كده. لو بقى عندنا على الطريقة الشرقية الجميلة النهارده والله واقف وحاسس بالسعاده كده والجمال وحاسس ان انا فريش لان واحد صاحبي وانا داخل كده اداني رشه برفان وانا طبعا مش واخد على الحاجات دي مخلاني واقف حاسس ان الدنيا ريحتها حلوه معايا ومنعناها كده. ربنا يبارك له والله الراجل الجدع صاحبي ده اللي اداني رشه برفان كده عشان يخليني واقف فريش على الهوا زي ما تقول حاسس بيا عارف ان انا عايز ابقى فريش
فراح ملاغيني بحبة البارفون دول كده. طيب هنا حبة من الله حليم ستار. ما تختش يا هشام، مش انا اخوك، قصد ابوك. طيب خالك، ايوه كده، والخال والد. احلى ما في الدنيا الاستاف اللي معايا، كلنا بنحب بعض، وربنا دايما يا رب يديمها المحبه. نحب نعمل حاجه حلوه، نطلع شغل جميل، نضحك، نتكلم، لازم نطلع الحلقه جميله تراضي حضراتكم، لان اللي يهمنا كله في الدنيا وفي الاخره ان احنا نبقى حلوين معاكم ان شاء الله. طيب كده هنا هنا انا بطلع دوبك حطيت الفلفل ياخد جاست تاتش، يعني يبقى برضو مش مستوي، لان لو استوى يبقى طعمه مش حلو، ما عجبنيش، ما بقاش كريسبي حلو. بحاول ابعد من الزيت كتير، يعني حاول ابعد من الزيت كتير، لان كتر الزيت يا جماعه مش حلو. اهو ادي كده اهو يا عم ابراهيم. عم ابراهيم يا استاذ ابراهيم. الو يا عم الحاج، انت لسه نايم ولا ايه؟ هيما. الو انا معاك يا ابراهيم. ازيك يا شيف؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله. ايه يا جميل؟ الو لا اصحى معايا بقى. ماشي يا عم. ماشي حسن. كنت عايز اعرف كفته الكفته اللي بالبرغل. كفته السقاري على عيني يا قمر. حاجه تانية يا حبيبي؟ لا شكرا. بشكرك على جمالك واتصالك يا حبيب قلبي. كده هنا ادي بتنجان الكفته السقاري، بجيب ربع كيلو برغل ببله في ميه، بعد كده بصفيه، ما سيبوش في الميه كتير، ما سيبوش في الميه كتير. بعد كده بعد ما اصفيه بجيب كيلو لحمه ملبسها بقى، ما تقلقش اعمل اللي انت عايزه، ما تقلقش لان البرغل بيخليك صلب وما بيضايقكش في الشغل كده. بعد كده تحط كل التوابل اللي انت عايزها والبهارات اللي انت عايزها، كل التوابل اللي انت عايزها والبهارات اللي انت عايزها. بعد كده بفرمهم وشين، بديله طبعا كل التوابل اللي انا عايزها. بعد كده بفرمه وشين، حلها تريح في التلاجة شوية. بعد ما تريح في التلاجة بصبحها وبشويها، اديها طبعا بصل، اديها شوية بقدونس، وبقول لك اديها كل التوابل اللي انت بتحبها، ما تقلقش بالنسبة لها خالص ابدا ابدا ابدا، لان عمرها ما هتفك منك. ست آية سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست آية؟ انا مبسوطه خالص ان انا بكلم حضرتك والله. يا حبيبتي تحت امرك، ربنا يكبر بخاطرك، انت مكلفه يا نفسك. ربنا يخليك. مكلفه أنا نفسك عشان انا بكلم السعوديه من مصر، مقيمة في السعوديه لسه متجوزه بقالي 3 شهور كده. الله يخليك. امور السؤال حضرتك ايه يا فندم؟ انا مش سؤال والله، كان نفسي اكلم حضرتك من زمان، ومبسوطه خالص ان انا بكلم حضرتك. شرف ليا وكل واحد فينا من زمايلنا هنا، اتصالك ليا دوت حاجه تشرفني انا وزمايلي. يا رب يخليك يا رب يخليك. ميرسي يا حبيبي، ربنا ما يحرمنيش من اتصالك يا حبيبتي. اشكرك يا ست ايه، يا ربنا يخليك ليا يا بنتي. كده اهو، شكرا شكرا ليك يا ايه. اهو كده ست منال. ايوه اهلا يا شيف شربيني. ازيك يا يا شيف الشيفات بتاعت مصر والدول العربيه كلها. ست منال انت رافع راسنا فوق والله. ست الستات دايما عشان انت بتحب بلدنا وكل بلدنا حلوه الحمد لله، وناس
ربنا ينصرها هي والدول العربية كلها عدا الدول اللي ما بتحبناش. ان شاء الله ان شاء الله طول ما في ناس السيسي يمسك البلد عشان البلد ان شاء الله هو ربنا بعتهولنا طول ما طول ما في ناس طيبين زيك محترمين زيك كده بلدنا هتبقى احلى ناس احلى مصر في الدنيا. ما شاء الله عليك. اوعى تتهز من اي حد، اوعى تتهز من اي حد بيقول لك كلمه وحشه. انت راجل زي الفل ما شاء الله عليك. ربنا ما شاء الله ربنا يديك على قد اللي انت بتعمله لنا. كفايه واقف ساعتين على رجلك ده، انا ما بقف خمس دقايق ببقى تعبانه وبعيط. ما حال انت واقف ساعتين عشان تقول لنا كل حاجه كويسه. هتصدقيني لو قلت لك على حاجه؟ ايوه اتفضل. والله بلاقي نفسي وانا واقف معاكم ببقى فرحان بيكم، ولو هقف اربع ساعات هبقى فرحان واب لاولادنا وكله. والله يا ست لو هقف 10 ساعات على عيني على عيني وراسي يديك الصحه يا رب، لانه انتوا اهلي مفرحيني. انتوا اهلي ومفرحيني ومطولين رقبتي قدام زمايلي. طول ما انت بتشوف شغلك الحمد لله ربنا يحفظك ويعليك يا رب. الحمد لله يا رب العالمين. البركه فيكم انتوا اللي بتخلوني كده نفسيتي حلوه زي الفل وبشتغل والدنيا مش سايعاني. والله يا شيخ انا نفسي البلد كلها تبقى كويسه زيك. ربنا يخليكي ليا يا ست الكل على كلامك الجميل اللي زي العسل. اشكر حضرتك على اتصالك يا ستي. ربنا يكبر بخاطرك زي ما بتكبري بخاطرنا. كده هنا عندي طماطم اهي. بشكر ست الكل على كلامها الجميل الرقيق كده. هنا بس اسخن حبه ال الحمد لله كده. عايزها تبقى جوسي. صلاه النبي عليك يا مخرجنا جامد. الله اكبر. طيب اهو عايز الصلصه بتاعتي تكون حلوه. يلا يا ست شاهد. انا شاهد. ازيك يا جميل؟ الله يسلمك. عامله ايه يا قمر؟ كويس. تأمريني يا حبيبه قلبي؟ عايزه اشوف عامل الفراخ المشويه. عايزه الفراخ المشويه؟ اه. من عيني يا قلبي بس كده؟ تؤمر يا قمر، تؤمريني يا قمر. اشكرك يا بابا. عندي فرخه بجيبها بغسلها كويس جدا. اللهم صل عليك يا نبي. فرخه بغسلها كويس جدا وافتحها من الظهر بالسكينه، بفك العظم بتاعها عن الفخده، بشرحها بالعظم بتاعها من العظم، بجيب شاكوش زي كده وبحاول اكسر الجسم والعظم بتاع الفرخه بعد ما ايه فكتها نصين غسلتها كويس. بجيب عندي طماطمايه كبيره، بصلايه كبيره، شويه زيت زيتون، ملح وفلفل، ملح وفلفل، شوية زعتر، كل الكلام دوت. أبص بقى كده على الكيكة بتاعتي زي الفل اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة النبي أحسن اهي. ضربت كله في الخلاط مع شوية ليمون مع شوية زعتر ملح وفلفل. بعد كده بصفيهم واحطهم مع الفرخة، او احطهم زي ما هم كده، بحطهم لمدة ساعة ساعة ونص مع الفرخة. شايفين المخرج دخل على الكيكة ازاي؟ صلاة النبي عليك يا اتش. حبيبات القهوة باينة فيها والحلاوة والجمال باين فيها. طيب بعد كده حضراتكم بعد ما حطيناها في التوابل بتاعتها بجيب الشواية عندي على النار شغالة. لو مفيش شواية بيبقى عندي برولد اللي هي الشواية المشرشرة زي دي، وبحط الفرخة على ظهرها على الجسم اللي هو متقطع فيه اللي هو فيه العظم.
بس قبل مدة 7-8 دقايق عشان تشرب وتبدأ تشتغل، هي مش هتتحرق منكم لأنه على العظم. بتكله بتبخر جوه جسم الفرخة عشان لما قلبها على الوش التاني تتحمر أو تشوي معايا بسرعة، هيبقى لونها جميل وحلو. جربيها وإن شاء الله هتعجب حضرتك. كده آدي بقيت اللحمة بتاعتي أهي. دي اللحمة بتاعتي، بوزعها على الكل. طيب بعد ما عملت الحلاوة دي كلها والكمال ده الجمال ده كله، هنعمل ايه؟ هنشوف حضراتكم هنعمل ايه. ادي يا ست ناهد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ست ناهد؟ الحمد لله. اموريني حضرتك. احنا عايزين طريقة الصوت يا باش مهندس لو سمحت. بتعمل بالفراخ البانيه. المشكلة عندك في الامور يا ست ناهد. ست ناهد كملي كلامك عشان ما سمعتكيش كويس. بصراحة حضرتك عايزين طريقة المكرونة البشاميل بالفراخ البانيه. حاضر، على عيني يا حبيبتي، على عيني يا ست الكل. المكرونة البشاميل بالفراخ وفراخ بانيه. عايز اقول لكم ريحة الكيكة طالعة على عيني، على 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 عيني وانا واقف. والله العظيم ريحة جميلة، والله ريحة جميلة، وانا مش هحلف كذبة، خلي بالكم طالع ريحة حلوة قوي. حتى اسألوا ابراهيم. ابراهيم عايز روح. طيب ابراهيم روح كده. هنا ادي جبنة، شوية مكسرات. مش عايزة تحط مكسرات براحتك، انا ما بفرضش حد على حاجة على حد. اللي انتوا عايزينه احنا تحت امركوا فيه اهو. كده ادي الجبنة، كده على بقى فرن هادي زي ما احنا شايفين. فرننا هادي اهو، احطها بقى تسيح براحتها خالص، ما عنديش اي مشاكل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. طيب كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوضر المحطة اوضر في حد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا مع بعض نعمل أكلة خفيفة وسهلة جدا ونشوف هنعملها حضراتكم ازاي. عندي فلير فيش فينجر، فيش فينجر مع السمسم، لكن هنقول سمك الفليه مع السمسم. واحنا قبل ما نشتغل ادي الكيكة بتاعتي اهي. انت صاحي؟ ادي السيرب بتاعي اللي احنا عملناه سوا اهو. طبعا مش هقدر احطه كده، هجيب الكيكة طبعا على جنب عشان خاطر ما بوص الطبق بتاعها اللي هغرف فيه. هنجيب دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. اطلع بقى المسقعه بتاعتي اهي، بتغلي من فوق ومن تحت. صلاه النبي عليك اهو. شفتوا بقى الحلاوه اللي ايه اللي من غير حلاوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلاوه اللي من غير حلو اهي. نبدأ نسي بقى الكيكة بتاعتي.
هذه الشربات اللي هو بالكوفي اهو بتشرب زي ما هي عايزة زي ما هي عايزة. اه ست هناء. الو ست هناء. الو ازيك يا جميل؟ الحمد لله. اموري حضرتك؟ عايز اعرف طريقة اللحمة الباردة وعايز اعرف المعدات اللي حضرتك جايبها دي منين. حاضر هسيب لك سيبيلي تليفونك وانا هقول لك جايبها منين وهي في مكان هنا وقريب من هنا هقول لكم عليه على طول. حاضر بشكرك على اتصالك شكرا ليكي. كده هنا بسقسح كده زي ما انا عايز اهو بس ايها زي ما انا عايز الريحة طالعة مش عايز اقول لكم. السيرب بتاعي اهو كده بشبعها سيرب زي ما انا زي ما هي عايزه زي ما هي عايزه اهو. ولا عايزة اي اضافات. سأسأ زي ما انا عايز اهو. المخرج بيقول لي طب مش هتقطع لي منها حتة عشان اشوفها؟ هقطع لك اللي انت عايزه يا عم الحاج انا اقدر. هو خايف تكون نايم من تحت ولا حاجة. انا عارف هو بيشتغلني عارف ان انا ساذج على نياتي وممكن ايه كده. صلي على رسول الله. هو المشكلة ان عشان نقلها في طبقة تاني هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هتنزل كله من تحت. ده شربات كده عدل نفسي. ادي يا صلاة النبي بسملة. الو ازيك يا جميل؟ كيفك؟ عامله ايه يا ست الكل؟ الحمد لله. ومر يا قمر عايزه طريق البرياني. البرياني؟ عايز طريق البرياني. حاضر يا فندم بشكرك على اتصالك يا ست الكل. البرياني احنا كنا عاملينه يا جماعه الاسبوع اللي فات بالفراخ. عندي كاري باودر قرفه خشب طماطم بصل ثوم جنزبيل فلفل حار كزبره خضرة فلفل اخضر يلا. يبقى بجيب البصل بحطه على النار بعد ما احط البصل على النار يصفر بنزل عليه بالقرفة بالخشب بالكاري بالكركم بالجرامة مصالة بنزل بفراخ متقطعة ببشر طماطمية كبيرة بحطها عليه واديله شقشق مية واديله شوية كزبرة خضرة واخليه يعيش حياته بقى يستوي. بكون سالق له عندي الرز بتاعي بسلق الرز بتاعي
بعد كده باخده شوتيه الرز مع شوية زيت زيتون مع شوية جوز الهند لو عايزين. بعد كده هضيفه في النص او احطه على الوش. الو الو يا ست ام خالد. الو الو ام خالد انا اسف حقك عليا. الو انا اسف يا ام خالد اتاخرت عليكي. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم سؤال حضرتك ايه؟ لو سمحت عايزين طريقة اللحمة المفرومة بالبطاطس. بالبطاطس؟ ايوه على عيني يا فندم. تحت امر سعادتك بشكرك على اتصالك. كان احنا هنتكلم على عندي السمك الفليه وليمون وكمون ودقيق وبيض وسمسم وبقصبات وملح وفلفل وعندي التارتار صوص لو عبارة عن خيار مخلل ومايونيز وزهر الكبري وبقدونس مفروم وبيض مسلوق وتوم وبصل. نشتغل مع بعض بقى عشان احنا ايه رغينا كتير وما عملناش حاجة لغاية دلوقتي. طيب يبقى نشوف اكلتنا الخفيفة دي هنعمل ازاي. ادي التوم بتاعي اهو كده شوية كمون ادي شوية ملح شوية فلفل شوية ليمون كمون وليمون وملح وفلفل وتوم. شكرا اهو ركزوا معايا بقى كده عشان النهارده شكلنا بنعرف نشتغل شكلين كده بنعرف نشتغل. ادي ده الخليط بتاعي ادي السمك فيليه بسم الله الرحمن الرحيم اهو فينجر يعني اصابع اهو كده نبدأ نعمل كده يا ست ملك. الو ازيك يا ست ملك؟ ازي حضرتك يا شيخ شربيني؟ انا بخير طول ما انت بخير. والله انا بحب حضرتك قوي كل اكلات حضرتك. تحت امر سعادتك تأمريني. بعدين حضرتك ممكن طريقه البيتزا عجبالك على الشاشه على عيني الاثنين. يا سلام ماشي احلامك اوامر يا ست الكل. الشاشه اختي عايزه اتكلم حضرتك. اديها لي يا بابا. الو 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 ازيك يا قمر؟ بحبك قوي وبحب كل اكلاتك يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا ست العرايس. عايز اعرف الكيكه بالشوكولاته قدام منك اهي شوفيها ويا ريت تعملي زيها دي بالظبط عشان دي حلوه هتشوفيها قدام منك اهي. حاضر على عيني كده ادي طيب عملنا كده كل ده اهو زي ما حضراتكم كده شايفين الريحة صلاة النبي احسن. طيب ادي شوية دقيق والبيتزا قدام حضرتك على الهوا يا ست الكل كده كفاية. ادي عدد واحد بيضة كده اغسل ايدي بقى
نعم يا فندم. الدونس اللي حضراتكم طلبتوه على الهواء قدام حضراتكم اهوت، معلش انا اتاخرت عليكم شويه، سامحوني كده. ادي اشيل كل الكلام ده، ادي. طيب هنعمل كده اهو، ادي سمسم، كده اهو. يا استاذ ميلاد، يا صباح الفل حبيبي. يا صباح الفل يا خواجه، ايه اخبارك حبيبي؟ عامل ايه يا عم ميلاد؟ ازاي حضرتك؟ وحشني صوتك، انا ليا مده معاك وانت وسامع كنت مش عايز ترد عليا. يا عم انت الدنيا شتا عندكم بقى هناك في الاقصر، وقاعد انت متداري في كده كده يعني قاعد في الشمس. اللهم صل على النبي. طب انا قلت لك تعال عندنا شويه. والله نفسي يا عم ميلاد. ما تقلقش ان شاء الله هاجي ان شاء الله. تشرف. طول ما انت معانا احنا معاك يا حبيب قلبي، ربنا يخليك ليا. الله يخليك الله يبارك، تامرني سعادتك. الامر لله وحده، وحشني صوتك بس يا حبيبي، ربنا يكبر بخاطرك ويخليك ليا. الله يخليك، المدام زعلانه منك. ملا زعلانه منك، اصالحها على الهوا دلوقتي. الله يخليك، امرني. ليه زعلانه بقى؟ زعلانه عشان ما بتردش عليا، وهي كانت نفسها تكلمك. لا اله الله، هي قالت لي يا شربين، قلت لها نعم لا. لا طيب، وانا تزعل مني؟ قال لي زعلان منك بقى لي مده. انت جاي توقع بيننا بيني وبينك كده يعني بالاخر كده يعني ايه؟ انت بتوقع بينا. اه كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. وانت طيب يا حبيبي. شكرا يا عم ميلاد على اتصالك الجميل، واحنا متشكرين لمدام هدى اللي دايما معانا. تحت امر سعادتك يا فندم، تحت امر سعادتك يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل. بشكر حضرتك على عم ميلاد، جاي من بيكلمني من الاقصر، البلاد الجميله الحلوه اهو كده. عندي بفتيك يا ست يارا. ست يارا الو، سلام عليكم يا يارا. ازيك يا شيخ شربين؟ ازيك يا يارا؟ الحمد لله كويس. اموريني يا قمر. انا كان نفسي حضرتك تعمل بيتزا بالسوسيس. بيتزا بالسوسيس؟ اه يا سلام على عيني الاثنين، الاسبوع الجاي نعمل لك بيتزا بالسوسيس. خلاص تأمريني يا حبيبتي، غالي والطلب رخيص يا ستي. احلامك اوامر يا ست يارا. طيب كده هنا اخر حتتين دول عايزين نلحمهم مع بعض كده اهم، عشان يطلعوا واحده برضو اهم. هنعمل ايه بعد كده يا عم هشام؟ نيجي كده عشان دول قطعتين مع بعض اهم. حاضر، عايز فاصل يعني؟ حاضر يا فندم. كده بصبحهم مع بعض كده عشان يطلع بس شكلهم عاطفي، ما يطلعش شكلهم كده ايه زي الشربيني كده، ما هو ايه مش شكله مش عاطفي. ببرنقهم كده، وعندي الزيت بتاعي شغال ما يكونش سخن قوي، يعني اطفي عليه عشان يهدى شويه. كده بشبعه بالبريدت بتاعه. هحطه بقى في الزيت عشان ايه، هو المفروض اي حاجه بني حضراتكم بتعملوها لازم تحطوها في التلاجة لمدة نص ساعة عشان خاطر تبقى معايا مية مية. فانا طبعا كده اهو هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني.
اول غار محطة ولا تروح في اي حتة. كده بنقلي السمك مع حضراتكم اهوت زي الفل، واعمل صوص طرطار عندي هنا. ادي المينيز، ادي بيض مسلوق اهو، مع البيض المسلوق والمينيز عندي بس كده خلاص. ادي المينيز اهو، وهذه صوص طرطار اللي هو بنتكلم عنه، اللي عبارة عن بيض مسلوق، توم وبصل، أعشاب أهو كده. ده صوص الطرطار اللي بتقدم دايما مع الأسماك المقلية أو مع الجمبري المقلي أو أي مع حاجة مقلية أهو كده. ده الصوص بتاعي، السمك بتاعي شغال. وادي بقول لي دي عاملاها عاملها خشبه ليه كده، شكلها مش عاطفي. الخشبه دي عشان احط عليها دي اهي يا عم اهي. انا اقدر عليك انا. يا ست ندى. الو ست ندى ازيك؟ الو ندى ازيك يا شيف؟ ازيك يا قمر؟ الو انت عامله ايه يا حبيبتي؟ كنت عايزه اعرف طريقه البيتزا بالسي فود. بالايه يا فندم؟ حاضر يا فندم. حاجه تانية؟ هاجي بالك على الشاشه، على الشاشه قدامك على طول. لا شكرا. حاضر يا فندم. عندي طبعا جالنا اسئله كتيره قوي على البوفتيك. ايه هو البوفتيك ست ممالك؟ سلام عليكم. طيب كده هنا حضراتكم جات لنا اسئله كتيره جدا على البوفتيك وازاي نعمل البوفتيك. طيب عندي نشوف مقاديره. بفتك بالجريفي صوص، عندي لحمة شرائح، عندي بصل وتوم وطماطم، عندي ديمجلاس، تعفير الدقيق، ملح وفلفل وخضار سوتيه. سهل قوي 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 اهو. ادي الزيت بتاعي، ادي اللحمة بتاعتي اهي، ملح وفلفل بسيط اهو اهو كده. ادي الدقيق بتاعي، تعفيره مش كتيره اهو. خلي بالكم معايا النهارده مفيش حاجات صعبه عندنا اهو. عايز الزيت بتاعي يسخن اهو. بعد كده هنشوف هنعمل ازاي الصوص بتاعي اهو. ادي توم، ادي توم، ادي بصل مش كتير اهو. ابدأ اقلي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. عادي هتسخن دلوقتي وتبقى زي الفل ما تلاقوش.
استاذ محمد. ازيك حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. عامل ايه يا جميل؟ الحمد لله. امرني يا قمر. كنت عايز اعرف بس طريقه الكريب. كوبايه دقيق، كوبايه لبن، 3 بيضات، 3 معالق زيت، ذره ملح، ذره سكر. كوبايه دقيق، كوبايه لبن، 3 بيضات، 3 معالق زيت، ذره ملح، ذره سكر. شكرا لاتصالك. ادي كده هنا البصلايه اهي كده كده. نبدا نغرف بقى السمك بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ابدا اقلب اللحمه بتاعتي. نفس الطاسه المفروض اللي انا بشتغل فيها، احمر فيها اللحمه، احط فيها اللحمه، لكن انا ما عنديش بروبلما عادي اهو كده. يلا عندي الخضار السوتيه موجود وخربنا موجود كده. يا رب نشتغل. نورهام. الو، ازيك يا ست العرايس؟ انا كويسه الحمد لله. انت احسن واحد بتعمل اكل على يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا يا نور عينيا. إيه لو سمحت، انا كنت عايز اعرف طريقه الكبسه. وعلى عيني. حاضر يا ست العرايس. حاجة تانية؟ لا شكرا. بشكرك يا حبيبة قلبي. حاضر كده هنا ادي اهو. هنتكلم على الكبسة دلوقتي. اطلع ده بره كده اهو. ادي الصلصة بتاعتي شغالة، طماطم. الكبسه السعودي هقول لك عليها دلوقتي على طول. لحمه بعظمه، لحم بعظمه، عندي بصل، عندي ماده دهنيه زبده او زيت، 3 معالق كده، عندي 3 وحده ليمون، 3 قرنفل، 4 ليمون ناشف، حبهان. بحط اللحمة على النار مع البصل تصفر معايا. ببدأ بعد كده انزل عليها كده. ادي الطماطم بتاعتي اهي كده. اللحمة بتاعتي بدأت تستوي اهو اهو، كله شغال اهو زي الفل. يبقى حطيت اللحمه مع البصل مع القرفه الناعمه، قرفه خشب، مكعب مرق، ليمون ناشف، ليمون ناشف، شويه حبهان، قرنفل، ملح وفلفل، واسيبها براحتها خالص. اسيبها براحتها خالص. وعند الرز بتاعي بغسله كده. عندي هنا في نفس الطاسه دي اهو، نفس الطاسه دي ادي الخضار بتاعي السوتيه اهو. في نفس الطاسه ملح وفلفل، شويه فلفل. اقلب اللحمه بتاعتي. اوعي تسيب اللحمه تستوي منك على النار اكتر من كده. ده البوفتيك يا جماعة اللي احنا بنتكلم عنه، غير الاسكالوب بانيه. نرجع تاني للكبسة.
حطيت على النار البصل مع المادة الدهنية مع اللحمة مع القرنفل مع الحبهان مع القرفة الخشب والقرفة الناعمة مكعب مرق ملح وفلفل وابشر معاهم طماطمية لو عايزة كده اهو كده نعم حاضر كده اهو ادي الخضار بتاعي كده اهو اللحمة بتاعتي اهو ده الخضار بتاعي اوعى اللحمة بتاعتك تزيد سواها عشان ما تبقاش طف اهو بسم الله الرحمن الرحيم صلاة النبي ما انا معايا ناس انت موسيقار الله هشام النهارده مدلعني اخر دلع يا حبيبي يا سيدنا محمد ايه الجمال ده يا اتش ايه الجمال ده يا اتش اوعى السكه والطريق بقول لي انا برضو مصر ان اقطع الكيكه يا خرق مش عارف اتكلم مع هشام ولازم يحرجني مع الناس يقول له يا عم كاني وماني يقول لي لازم تقطع لي الكيكه حاضر المشكله ان ما اقدرش اقول لا لان هو اللي سايق اروق نفسي كده الاول واشيل البصل من جنب الاكل عشان ما يزعلش مني اهو 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 وارجع بقى اشوف الكيكه هنقطعها ازاي حاضر النبي يدلعك اللي في بالي سلام غالي والطلب رخيص انت بتشك فيا ادي يا عم الكيكه اللي انت بتشك فيا فيها عشان بقى البقين اللي انت قلتهم لي دول مش عامل حاجة تاني ومش مشتغل بشكر حضراتكم على حسن متابعتكم نشوفكم ان شاء الله بكرة على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته